السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. إن شاء الله هنفذ السود ده النهاردة لطفلة عمرها 14 سنة. هياخد مننا 3 متر إلا ربع قماش عرض 150. هنا الكلوش دايرة والبنطلون واسع. تعالوا نشوف الخطوات. الطول المطلوب لعمل البنطلون وزودت عليه 7 سنتي وطبقت القماش طبقتين كمان. بعد كده هطبقه كمان طبقتين، بس هنسيب جزء اكبر من جزء. ده مقداره قد ايه؟ حوالي 5 او 6 سنتي. بعد كده هاجي كده بالمسطره وهنعمل خط عرض المسطره كده، خط كده هشتغل من عليه البنطلون، هرسم من عليه البنطلون تمام. كده بقى انا واخده طول البنطلون المفروض من بعد الخط ده. طول البنطلون معايا 102 سنتي، يبقى هاخد 102 وهزود عليهم تانية الرجل، مش كده؟ طيب انا عندي طول الحجر بتاع البنطلون 26 سنتي. الخط ده هيبقى خط الوسط، هتقله بس عشان يبان. التباشير بيبقى تخين، ما ينفعش يبان او يعني يرسم. طيب هاخد هنزل كده 26 سنتي، هيبقى ده خط الحجر 26 سنتي اهو كده. هسطرهم برضو، هيبقى ده الحجر بتاع البنطلون. تمام، على خط الحجر ده هبدأ اخد ربع دوران الارداف. تمام، هشوف كده لون تاني بس اشتغل بيه يبان. هناخد هنا هنسيب جزء كده عشان الخياطة الجنب هون، وهبدأ اخد ربع دوران الارداف. ربع دوران الارداف عندنا 88 سنتي، واربعة هيبقى 92 سنتي. هنجيب ال 92 سنتي كده على المزورة. تمام، انا ممكن اعملهم كده وننزل الرجل تبقى نازلة على اتساع شوية، بس خلينا نعملهم كده اهو. طلعوا معايا لغاية كده، ده ال 92 ربع الارداف مقاسها. شوفوا انا وصلتهم اهو كده. تمام، وصلتهم يعني سايبة جزء من هنا وسايبة جزء من هنا. هنا بقى هنيجي نعمل سدة البنطلون الأمامية. سدة البنطلون الأمامية دي بنعملها ازاي؟ هنيجي لل 88 سنتي، هناخد ربعهم ونقسمهم على الأربعة. هعرف مقدار الجزء ده، يعني هحط هنا 5 سنتي اهو. خلاص 5 سنتي اهو من هنا لهنا. اول ما بعمل السدة دي بروح طالعة كده خط مستقيم لفوق. هنا بقى هنبدأ ال5 سنتي اللي هنا خدتهم، هنا هطلع بيهم زيهم هنا وهدور ما بينهم كده. خلاص اتفقنا ان هنا ده كده من هنا لهنا ربع دوران الارداف. انا عايزة البنطلون بقسك، يبقى هطلع بنفس الوسط لفوق اهو. خلاص، طب عايزه البنطلون بتاعي ممكن رجله نازله على اتساع، يعني انا ممكن انزل ستريت كده مره واحده، لكن ممكن انزل كده كده اهو على ابازيه شويه. شايفين الشكل كده؟ كده انا رسمت الامامي، ناقص خطوه واحده بس، ان انا هاجي هنا عند الجزء اللي فوق ده متقل بس اللون، هنزل من هنا حوالي 2.5 سنتي كده او 3 سنتي وهاخدهم كده على مفيش. ده الامامي بتاع البنطلون. هنرسم الخلفي. الخلفي هزود من هنا 5 سنتي تانيين. تمام، هقسهم كده بالمزور اهو 5 سنتي تانيين اهو، بس الحردة بتاعت الخلفي هتبقى اكبر. شايفين كده اهي؟ يعني انا من هنا لهنا كنت طالع حوالي 3 سنتي، هيبقى من هنا لهنا للخلفي
هيبقى حوالي 4 أو 4.5 سنتي، وهطلع بيهم لغاية كده اهو. بس هطلع ال2.5 اللي انا نزلتهم من هنا او الثلاثة هطلعهم لفوق هنا بعد الخط اللي انا كنت رسماه بالمسطرة. وبعدين الرجل من تحت هتزيد 2 سنتي عن الامام. خلاص هنزود كده 2 سنتي اهو، وهوصلهم كده كده مع بعض كده. تبشير بس يعني صعبة في القماش ده خالص. ده كده البنطلون خلص، هنبدأ نقصه. سهل جدا ما فيهوش اي حاجة. بسم الله. الجنب نقدر نسيب فيه وسط، الجنب اللي انا بقص فيه ده اقدر اسيب فيه وسط، لكن عند القصات الداخليه ما ينفعش، هو سنتي او سنتي ونص بس، لكن هنا انا ممكن اسيب وسط زي ما انا عايزه كده. بسم الله. هنقص الخلف الأول قبل ما افصل الامامي عن الخلفي هعمل علامه خياطه هنا اهو، ان انا هخيط من هنا. تمام، هنبدا نفصل الامامي اهو عن الخلفي. وبرضو نأكد على علامة الخياطة اهي. بقى مهم جدا ان انا لازم اجي اتمم على الطول الداخلي للامامي والخلفي، لازم يكونوا قد بعض بالظبط، ما ينفعش يبقى واحد اطول من واحد، لو في اي فروق لازم نشيلها. خلاص اظبط كده، لازم يكونوا الاربع اطراف قد بعض بالظبط. كده نشوف التقفيل بتاع البنطلون. اول حاجه قفلت الحجر بتاع الخلف اهو، تمام، وبعدين قفلت حجر الامام برضو اهو. بعد كده هنفرد كده وهنحط الاتنين فوق بعض ونقفل من الداخل. بصوا كده، احط الحجر كده على بعضه من هنا، اقفل بدبوس، تمام، وابدا اقفل الرجلين من الداخل زي ما حضراتكم شايفين كده. بنطلون اهو كده يبان، هقفل كده وبعدين كده.
خلاص قفلت من الداخل، هبدأ أقفل الجناب الخارجية. تمام، هقفل بقى ده كده، قفلت البنطلون وتنيت الرجل بتاعته. تمام، كله تمام. دلوقتي هبدأ أركب له أستك. الأستك أهو واخداه مناسب لحجم الوسط، ممكن يعني تاخد تلتين دوران الوسط أو تزود عليه شوية برضو، لأن ممكن الأسك يكون شديد يبقى جامد على الوسط. طيب أنا خدت الأسك أهو، بعمل له علامة في الجنب خلاص، والمفروض إن أنا هقفل دي كده كده. وبعدين أنا هعمل الأسك داخلي، يعني هثبته كده، هثبته هنا وبعد كده هتنيه كده خلاص. فأنا هثبت الجناب بتاعة الأسك على جنب البنطلون بدبوس كده عشان الكشكشة بتاعت الأسك تتوزع. خلاص هبدأ بقى أخيطه على طرف البنطلون، على الطرف خالص، وبعد كده هتنيه لجوه كده. تمام، يعني هنشد الأسك طبعا الأسك هيتشد ويتثبت على الأطراف خلاص، هيتخيط كده وبعدين يتني وبعدين أتني لجوه كده. ده كده القمر بتاع البنطلون بعد ما خلص. البنطلون طلع شكله جميل جدا. ده كده شكل البنطلون بعد ما خلص، يا رب يعجبكم ان شاء الله، تنفذوه بكل سهولة ان شاء الله. نتقابل في موديلات تانية جديدة، انتظروني. ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. بترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله.